إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في هذا البرنامج تفسير الرؤى والأحلام على ضوء الكتاب والسنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بهذه الحلقات وأن ينفع بها جميع المسلمين والمسلمات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. أيها الأحبة الكرام، أن ينبغي أن نعلم علم اليقين أن ما يراه الإنسان في منامه إنما ينقسم إلى قسمين في الغالب: رؤى مبشرة من الله سبحانه وتعالى وأضغاث أحلام، وأيضا قد يقسم أضغاث أحلام إلى قسمين: أحاديث النفس وأحلام تخويف من الشياطين. وفي الجملة قد تقسم يعني ما يرونه الناس في مناماتهم إلى ثلاثة أقسام، وهي الأصلية: الرؤيا من الله، وهي على قسمين: رؤية تبشيرية ورؤية تحذيرية، حلم من الشيطان وهو تخويف ليس له تعبير، حديث النفس تفكير الإنسان في ليله ونهاره يراه في منامه ليس له تعبير. أما ربما يسأل بعض الناس فيقول: ما هي حقيقة الرؤيا؟ الجواب على ذلك: ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه الفتح لشرح صحيح البخاري أثرا للحكيم رحمه الله تبارك وتعالى، قال: وكل الله بالرؤيا ملكا اطلع على أحوال ابن آدم من اللوح المحفوظ، فينسخ منها ويضرب لكل من قصته مثلا، فإذا نام مثل تلك الأشياء على طريق الحكمة لتكون له بشرى أو نذارة أو معاتبة، والأولى قد تسلط عليه الشياطين أو الشيطان لشدة العداوة بينهما، فهو يكيده بكل وجه ويريد إفساد أموره بكل طريق، فيلبس عليه رؤياه إما بتغليظ فيها وإما بغفلته عنه. ذكر ذلك في فتح الباري الجزء 12 صفحة 354. هذه الكلمات تبين حقيقة ما يراه الإنسان في منامه، ونعلم أن الله تبارك وتعالى وكل ملكا جعله يعرف ما في اللوح المحفوظ بعلم الله تبارك وتعالى له، فبالتالي يضرب لهذا الميت الأمثال التي يراها في منامه. فبالتالي إذا عرف ذلك الإنسان علم أن كما قال عليه الصلاة والسلام: الرؤيا الصالحة من الله، فيعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل هذا الملك ورأيت وأراك في منامك هذه الرؤيا الصالحة. ابن القيم له كلمة جميلة في حقيقة الرؤيا، قال: إنها أمثال مضروبة يضربها الملك الذي قد وكله الله بالرؤيا ليستدل الرائي بما ضرب له من المثل على نظيره ويعبر منه على شبهه. ذكر ذلك في كتابه إعلام الموقعين الجزء الأول الصفحة 252. إذن أيضا كذلك يؤكد ابن القيم بأن الرؤيا الصالحة إنما هي ضرب للأمثال عن طريق الملائكة. أيضا ربما يسأل بعض الناس يقول: ما هي أهمية الرؤيا؟ نقول: أهمية الرؤيا حقيقة هو إظهار البشرى للناس، لقول تبارك وتعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. الرؤيا يراها أو ترى له، أو النذارة من شر قادم، كما قال عليه الصلاة والسلام لما رأى رؤيا قال: ويل للعرب من شر قد اقترب.
طيب، فبالتالي نقول يأخذ من هذا العبرة، فيستبشر خير بالرؤية الصالحة ويحجم عن الشر في باب الرؤية التحذيرية. وأيضا كذلك ربما يكون الإنسان عنده شيء من المعاصي فيريه الله سبحانه وتعالى بعض الرؤى التي تكون زجرا له لعله يتوب من قريب. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وعلم تأويل الرؤيا من علوم الأنبياء وأهل الإيمان، وحسبك بما أخبر الله من ذلك عن يوسف عليه الصلاة والسلام وما جاء في الآثار الصحاح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع أئمة الهدى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين أهل السنة والجماعة على الإيمان بها، وعلى أنها حكمة بالغة ونعمة يمن الله بها على من يشاء، وهي من المبشرات الباقية بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ذلك في كتاب التمهيد لابن عبد البر الجزء 24 الصفحة 29. إذن نعلم أن علم التعبير إنما هو من علوم الأنبياء، وهو من معتقد أهل السنة والجماعة، يعبرون على الرؤى على ضوء كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا ربما يسأل سائل يقول: ما هي الرؤية الصالحة وما يشرع لها؟ نقول أن يعلم أنها من الله، الرؤية الصالحة من الله، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها. وأيضا يعلم قوله عليه الصلاة والسلام: الرؤيا الصالحة من الله. إذن إذا عرفت ذلك ينشرح صدرك وتعلم أن الرؤيا الصالحة لها أهمية عظيمة في كتاب الله تبارك وتعالى. الآن